عام وأيام قليلة، هي عمر نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في وزارة المالية منذ حلف اليمين في 23 من مارس الماضي ضمن المجموعة التي ضمت وزير المالية عمرو القرحي. فحسم المنير خلال السنة الماضية عددا من الملفات التي أرقت المجتمع الضريبي أكثر من 3 سنوات، ويأتي في مقدمة تلك الملفات معالجة خسائر فروق أسعار تدبير العملة عبر احتساب نسبة من المصروفات غير المؤيدة بالمستندات مقابلها في سنوات 2013-2014-2015. كما أن المجتمع الضريبي في انتظار صدور معالجة خسائر التدبير عن عام 2016 خلال الأيام القليلة القادمة. حرك المنير المياه الراكدة في قانون ضريبة على القيمة المضافة الذي ظل حبيس أدراج وزارة المالية طيلة 8 سنوات، منها 3 سنوات من المناقشات الجادة. صدر خلالها 4 نسخ من القانون لتصدر النسخة الأكثر وضوح وتلبية لمطالب العدالة والمجتمع الضريبي في سبتمبر من العام الماضي، ثم لائحة تنفيذية له. ووفقا لما أكده عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن مصلحة الضرائب تلقت 2,100,000 إقرار ضريبي حتى الآن من إقرارات ضرائب الدخل للأفراد بإجمالي 3,300,000,000 جنيه مقابل 2,800,000,000 جنيه، وأن حصيلة الضرائب منذ بداية العام المالي يوليو الماضي حتى نهاية شهر مارس الماضي بلغت 238 مليار جنيه مقابل 187 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وأن وزارة المالية تعمل على تحقيق مستهدفات العام من الضرائب البالغة 433 مليار جنيه لتصل نسبتها إلى 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ترتفع إلى 14.5% العام المالي القادم، وأن الوزارة نجحت في حصر 1,000,000 تصرف عقاري عبر برنامج إلكتروني على مدار الشهرين الماضيين. فحسم المنير خلال السنة الماضية عددا من الملفات التي أرقت المجتمع الضريبي أكثر من 3 سنوات. طيب، هو للتصحيح أستاذ عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية اللي مشرفنا النهاردة في الحياة اليوم، وضرائب يعني حديث مش لطيف قوي، وزي ما كنا بندردش كده أثناء التقرير وقبل ما نطلع على الهواء، الناس بتكره مسألة الضرائب، ومع كل ضريبة جديدة بتفرض الناس بتحط إيديها على قلبها وتقول يعني في المقابل أنا هاخد إيه، أنا بدفع ضرائب بس طبيعة الخدمات المقدمة ليا أنا مش شايفها على الأرض. فالأول خلينا مفهوم أهمية الضرائب للدولة وبيتعمل بيها إيه، وقصة التهرب الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، وأعمل برضو مجتمع ضريبي أنا بستهدف أن أنا أوسعه ودخل اللي هو الاقتصاد الغير رسمي، ده برضو قصة أقول لك أنت بتاخد مني، في ناس ما بتاخدش ما بتقدرش توصل له. زي حضرتك، أهلا وسهلا. الحمد لله، مساء الفل. مساء النور يا فندم. أنا عارف طبعا هنبدأ متوقع السؤال ده، وأن الناس ما بتحبش الضرائب. أنا دايما بقول أنه يعني حضرتك زي ما اتكلمنا في وقت التقرير انه الدواء الناس مش بتحبش الدواء قوي لانه ده ممكن يبقى مر، ممكن يبقى مؤلم، انما في الاخر هو ده العلاج. والناس بتحب، ممكن ما تحبش الدواء بس ما بتكرهش الدكتور اللي هو بيعالج. فلو اعتبرنا الضرائب هو العلاج لعجز الموازنه، يبقى الناس حتى لو ما بتحبش الضرائب انما لازم تحب اللي بيخليها تخفض عجز الموازنه، اللي هو نتيجته بيبقى فيه نمو اكتر ويبقى فيه نتائج افضل. فالناس بالعكس، انا فاهم طبعا انه الضرايب ده معناه انك بتشاركي الناس في ربحها، كل واحد يحقق ربح بتاخدي جزء منه، محدش بيحب يعني انه يدفع جزء من ربحه. انما لما الناس تعرف انه من غير ضرايب يبقى معناها مفيش صرف لا على مرتبات موظفين حكومه، هو الحكومه بتصرف على مرتبات الموظفين اللي هم بيخدموا الدوله، منين؟ من ايرادات الدوله اللي هي الضرايب. بتصرف على الدعم، منين؟ من الضرايب. بتصرف على كافه الخدمات الاساسيه، تعليم وصحه، من الضرايب. الضرايب زي بس حضرتك شوفي مثلا في البيت عندك، بتصرفي على تعليم وصحه وبتصرفي على اكل، مش الناس بتشتغل عشان تعمل ايرادات عشان تصرف كده، هي الحكومه كده. الحكومه بيت كبير، عشان تصرف على تعليم وصحه
واكل لازم يجي لها ايراد، والايراد ده بيجي من الضرايب كجزء من الايرادات. الضرايب تقريبا 70% من ايرادات الدوله، السنه الجايه متوقعين انها توصل 75% من غير ما هيبقى في ضرايب جديده، وده اللي هنشرحه عشان بس الناس ما تتخضش لما نقول ان الايرادات هتزيد. هتزيد لان احنا هنشتغل اكتر ونعمل مجهود اكتر. فاحنا بنقول ان الضرايب ممكن مش كل حد بيحب يدفع ضرايب، ولكن لما الناس تعرف ان الضرايب دي اهم مورد لايرادات الدوله اللي بيصرف على كافه الخدمات، على مرتبات موظفين الحكومه، على الدعم، على الخدمات الاساسيه كلها، ده هتعرف انه الضرايب دي حاجه مهمه جدا حتى لو ما كانتش محبوبه. تمام. الجزء الثاني من سؤالي انه المساواه مطلوبه. طب. انه الموظف انت بتقتطع من مرتبه وانت عارف اوله واخره فبتاخد الضريبه ومفيش مشكله، لكن وشركات كبيره مثلا بتستعين بمحاسبين وبداوا يتهربوا يكتب اقل من دخله وما الى اخره، وفئات تانية هم كرهوني عشان اكيد بضرب المثل بيهم دايما اطباء ومحامين انا مش قادره احط ايدي على دخلهم الحقيقي. فازاي تشتغلوا على ده؟ يعني حضرتك بتقول لي انه احنا حققنا المستهدف حتى اللحظه بشكل كبير، والسنه اللي جايه هيبقى اكتر كمان. الياتكم ايه ومستهدفين ايه وازاي حققنا ده لغايه دلوقتي؟ طيب اللي حضرتك بتقوليه طبعا احنا متفقين عليه تماما. مش كل الناس بتدفع الضرايب المفروض تدفعها، ده احنا بنقول. احنا لما جينا قلنا هدفنا، وانا بكرر الموضوع ده وده بقوله لزملائي في مصالح الضرايب المختلفه، هدفنا ان كل شخص يدفع نصيبه العادل من الضريبه، وان الدوله تحقق نصيبها العادل من الايرادات. مش كل شخص يدفع نصيبه العادل من الضريبه، يعني ايه؟ يعني اللي بيدفع ضرايب دلوقتي، اللي مسجل وما بيدفعش الضرايب بالقيمه اللي المفروض يدفعها، نخليه يدفعها صح. بان احنا اولا ان تبقى قوانين واضحه ما فيهاش يعني صعوبه في التطبيق، احنا ما يبقاش في تعسف من مامور الضرايب، بحيث انه يبقى الشخص بيدفع الضريبه وهو راضي. بس في نفس الوقت اللي بعد ما نعمل كده اللي مش هيلتزم هيعاقب، هينفذ عليه العقوبات اللي موجوده في القانون الضرايب. العقوبات دي مساله طويله وقضايا في المحاكم ما بتوصلوش لحاجه. يعني كان معايا رئيس مصلحه الضرايب وبيقول لي يعني احنا بنحاول عايزين نتصالح ونقول للناس تعالوا بدل الوقت الطويل في المحكمه نخلص. فدي برضو مشكله مش سهله، يعني انا اطبق عليهم العقوبه صح؟ صح. الاول ان احنا نخليهم يبقوا متاكدين زي ما بقول لحضرتك ان هم بيدفعوا الضريبه اللي المفروض يدفعوا. انا قلت انا كنت يعني هكمل بعد كده، احنا اتكلمنا عن الناس اللي هم موجودين وما بيدفعوش الضرايب اللي المفروض يدفعوها. زي الفئات اللي حضرتك قلتيها ممكن نتكلم عليهم بالتفصيل اكتر، او حد مش موجود خالص في منظومه الضرايب اللي هو زي اللي هو الاقتصاد غير الرسمي، وازاي نجذبه. فاول حاجه انه لما يبقى في قانون يبقى قانون عادل، تطبيق القانون يبقى بشكل صحيح بدون افراط ولا تفريط. انا بهدرش اموال الدوله ولا بتعسف مع الممول، خلاص. طيب لما اعمل كده ده هقلل فكره الخلافات اللي انا بقى بسميه تجفيف منابع الخلاف. مش هستنى، مش عايز استنى لما يبقى في خلاف ويوصل محكمه او يوصل لجنه طعن. ليه انا وده بقوله لزملائي في برضه في مصالح الضرايب المختلفه، احنا ندي للممول حقه والدوله تاخد حقها. لو عملنا كده، لو القانون كان سليم، لو التطبيق كان سليم، مش هنوصل للخلاف. طيب وصلنا للخلاف في درجات تقاضي، احنا عملنا بناء لما جينا كان في طلب كبير من كافه الممولين ان يبقى في قانون للتصالح. احنا قلنا مش هنسميه قانون تصالح، هنسميه قانون انهاء المنازعات الضريبيه، لان كلمه تصالح دي احيانا بتبقى يعني بنتنازل عن حقنا، معناها ان احنا بنتنازل عن حقنا، واحيانا الناس بتقول ان دي كلمه سيئه السمعه. يعني لا، احنا ما قلناش تصالح، احنا عايزين ننهي النزاع المنازعه الضريبيه بانه الممول ياخد حقه. طبقتوا ايه؟ حققتوا ايه من الموضوع ده بعد التطبيق؟ اتعمل قانون انهاء المنازعات الضريبيه، صدر في سبتمبر الماضي، بدا تطبيقه فعليا في ديسمبر، لانه كان في وقت ليه عشان تشكيل اللجان وعشان يبقى يعني وضع القواعد. عملنا قواعد جيده جدا. احنا في الفترة اللي هي من ديسمبر، يعني في حوالي 3 شهور، انتهينا أو تقدم حوالي 4000 أو يعني يمكن 4500 طلب لغاية دلوقتي. مش ده طموحنا، ولكن لما تشوفي بقى لحضرتك الترند، احنا بدأنا بأول شهر لما بنتكلم في 300 400، الشهر اللي بعده بقينا بنتكلم في 1000 وشوية في الشهر، دلوقتي أكثر من 2000 نزاع، انتهينا من أكثر من 1100 نزاع.
حققنا منهم حصيله حوالي 1,750,000,000 جنيه. ده معناه انه الاتجاه التصاعدي ده في الطلبات معناه ان الناس بقى عندها ثقه، وده جزء من رغبتنا في ان احنا نستعيد الثقه بين الممول وبين مصالح الضرائب. طيب الدوله كتير بنسمع بتتكلم على الاصلاح الضريبي. تمام. فايه المقصود بده؟ والقوانين المتعلقه مثلا بضريبه القيمه المضافه والكلام عن ضريبه الدمغه والكلام ده، هل ده كله داخل في منظومه الاصلاح الضريبي؟ طبعا. اشرح لي يا فندم. الضرائب عباره عن سياسه ضريبيه. سياسه ضريبيه يعني ايه؟ يعني المواطن بصفه عامه سواء مواطن مصري او مستثمر اجنبي يبقى عارف هو جاي يشتغل على اي اساس. انا السنه الجايه والسنه اللي بعدها والسنه اللي بعدها ايه النظام الضريبي اللي موجود، ما يفاجئش بتغييرات. وده اللي احنا عايزين نعمله. احنا لما جينا كان في بعض الامور اللي محتاجه تعديل، فعملنا تعديلات في القوانين، قانون القيمه المضافه، طلعنا اللائحه التنفيذيه، في بعض القوانين اللي كنا محتاجين برضه ممكن نتكلم عليها. خلاص احنا وصلنا تقريبا بنسبه 80% لتعديلات اللي احنا عايزين نعملها. فالفتره اللي جايه هيبقى واضح السياسه بتاعتنا وتوجهاتنا عشان الناس تبقى مطمنه اللي هي ايه التوجهات في الفتره اللي جايه. فدي اول حاجه في الاصلاح الضريبي، يبقى في سياسه مستقره وواضحه وشفافه ما تتغيرش. الحاجه الثانيه التشريع الضريبي، ان القوانين نعمل قوانين. احنا عملنا كنا محتاجين قانون القيمه المضافه عملناه، عملنا قانون انهاء المنازعات، بنعمل دلوقتي تعديل في قانون الضرائب عشان حوافز الاستثمار، هنعمل تعديلات ان شاء الله هتدخل مجلس النواب عشان ندي مزايا او حوافز للاقل دخلا ياخدوا قدر من الاعفاءات، برضه ممكن نتكلم عليها بالتفصيل. عملنا ضريبه على الاوراق الماليه او البورصه، ده التشريع الضريبي. وبنعمل حاليا تنقيه بقى لكل التعليمات اللي تمت في الفتره السابقه عشان نخليها واضحه، وكل التعليمات دي يعني الحاجه اللي هي عن طريقها الممول بيطبق القانون، فبنعمل تنقيه. الحاجه الثالثه في الاصلاح الضريبي الاداره الضريبيه، الناس اللي بتطبق القانون. طيب احنا عملنا كان لفتره ما فيش اي ترقيات، مفيش اي اكتر من 6 سنين. جينا في السنه اللي احنا قعدناها عملنا كل الترقيات المطلوبه للدرجات كلها، ده عمل نوع من الاستقرار عند الموظفين في مصلحه في مصالح الضرائب المختلفه. بنعمل لهم دلوقتي ان شاء الله نظام جيد للحوافز عشان يشتغلوا هم مستقرين ماديا، بنحفزهم لان هم دول اللي بيحققوا الحصيل. اخر حاجه بقى المجتمع الضريبي اللي هو الناس اللي بتدفع ضريبه، احنا بنتواصل معاهم، احنا بنعمل اجتماعات على فترات مع المهنيين مع المحاسبين مع اتحادات الصناعات مع كبار الممولين عشان نشرح لهم ونسمعهم. ده الاصلاح الضريبي اللي احنا بنعمله اللي هدفه ان احنا نزود ايرادات الدوله، ايرادات الدوله من الضرائب من غير ما يبقى فيه عبء او اعباء اكتر على المواطنين. ولما بنعمل قوانين بنعملها بنراعي البعد المالي اللي هو حصيله، بنراعي البعد الاقتصادي اللي هي تاثيرها على الاستثمار، وبنراعي البعد الاجتماعي اللي هو الاثر الاجتماعي واثر الضريبه على الممولين. ده منظومه اصلاح الضريبه اللي احنا بنشتغل. طب خلينا نفند حاجه ما حضرتك قلتها. نبتدي بقانون القيمه المضافه، لانه طبعا كان اكتر حاجه عملت مشاكل وتخوف وقلق كبير يعني. القانون ده يمكن احنا اتكلمنا عن فلسفته والهدف منه يعني، لكن العائد ايه؟ يعني بعد تطبيق القانون دخل قد ايه؟ مشاكله اتغلبتوا عليها ازاي؟ طيب احنا لما اتعمل قانون القيمه المضافه ده قلنا مش قانون جديد، ده قانون ضريبه المبيعات. عليك لما كنت بتروحي تشتري حاجه من اي حد بيضيف عليكي ضريبه مبيعات 10%. كان في بعض السلع عليها ضريبه مبيعات وبعض السلع لا، بعض الخدمات عليها ضريبه وبعضها لا. خلاص فقلنا لا، احنا زي ما بنقول كده عداله، يبقى كل حاجه خاضعه لنفس الضريبه. فكل اللي حصل ان احنا تحولنا من ضريبه مبيعات لقيمه مضافه، بقت كل السلع والخدمات خاضعه للضريبه الا الحاجات اللي معفيه. بس النسبه زادت. النسبه زادت من 10% 13%. وقتها شرحنا وبعدين هتبقى 14% في 1/7. متوسط نسبه ضريبه القيمه المضافه في الدول الافريقيه الاقل مننا دخلا 15%. في دول اقل مننا بكتير 18%، فنسبه 13 او 14% دي نسبه قليله جدا. واما تقري هديكي مثال. الحاجه اللي كانت ب 1000 جنيه كان عليها ضريبه 10%، يعني كانت ب 100 جنيه. الضريبه عليها 100 جنيه. بقت 13% يعني 130 جنيه. هل الحاجه اللي ب 1000 جنيه هيزيد عليها 30 جنيه هو ده العبء اللي ممكن يبقى مؤثر؟ في مقابل كده بقى هيجيب لي حصيله ضريبيه تخفض لي عجز الموازنه.
وراعينا في القانون حاجتين. الحاجة الأولية إن إحنا عملنا حاجة اسمها حد تسجيل، يعني اللي قال التاجر أو المصنع أو الراجل اللي بيأدي خدمة وإيراداته أقل من 500 ألف جنيه مش هيدخل عندي، يبقى مش ملتزم بضريبة القيمة المضافة. وده غالبا اللي بيتعامل مع الفئات الصغيرة اللي هو بيشتغل بأرقام قليلة، فده راعينا بعد اجتماعي. 57 سلعة وخدمة معفية من ضريبة القيمة المضافة، كل السلع الغذائية والطعام اللي تتعلق بالأكل والشرب والتعليم والصحة وكل ده معفي من الضريبة، فاحنا راعينا البعد الاجتماعي. يبقى أنت عملتي ضريبة تاخدي من الناس اللي بتستهلك أكتر، بتستهلك أكتر في سلع غير أساسية لصالح الناس اللي بتستهلك أقل وفي سلع غير أساسية. طب هو بالمناسبة اللي أقل من 500 ألف ده برضو لازم يسجل وياخد ورقة بالمعنى؟ في حاجة اسمها قانون ضريبة القيمة المضافة، وفي حاجة اسمها ضريبة الجدول، دي جزء من القيمة المضافة. أكتر من 95% من الحاجات اللي خضع، يمكن 99% كمان من الخضع، خضع للقيمة المضافة اللي هو أقل من 500 ألف جنيه ما بيسجلش، خلاص بره الموضوع خالص. في حاجة اسمها سلع جدول اللي هي أنشطة معينة زي المهنيين مثلا، زي ما قلنا دول معترضين ولغاية دلوقتي. طيب خلاص احنا اتفقنا على القيمه المضافه خلاص. الحصيله بقت كام بالمناسبه؟ احنا حققنا رقم كويس جدا في الحصيله بالنسبه للقيمه المضافه في الفتره من يوليو لمارس، عاملين 115 مليار جنيه مقابل 85 مليار جنيه عن نفس الفتره، عن 9 شهور، يعني بزياده حوالي 35% لما كان ضريبه، يعني 9 شهور من يوليو لمارس عاملين 115 مليار جنيه. يوليو لمارس 2000 يعني من يوليو 2015 لمارس 2016 كان 86 مليار جنيه، يعني زدنا 35%، وده كله لصالح ان احنا يعني ننفق على خدمات اكتر. ازاي تزيدوا 35% وزياده الضريبه عن المبيعات 3%؟ لان احنا في خدمات كتير دخلت، يعني الزياده على الناس اللي كانت خاضعه بس، انما دلوقتي في خدمات كتير دخلت ما كانتش داخله، زي مثلا المطاعم غير السياحيه، زي المهنيين، زي خدمات مثلا الجراجات، زي الخدمات مراكز التجميل، ففي حاجات ما كانتش موجوده ودخلت، فزودت الحصيله، زائد بقى ان احنا اشتغلنا اكتر، يعني الناس عملت مجهود اكتر عشان تجيب حصيله. اعتراضات بقى المهنيين على طيب القيمه المضافه؟ اولا ده قانون، يعني احنا كوزاره ماليه مش احنا اللي بنعمل القانون، احنا بنعرضه على مجلس النواب. القانون بيطلع منين؟ من مجلس النواب اللي هو بيناقشه ويعدل فيه وبعدين بيصدره رئيس الجمهوريه. احنا كوزاره ماليه لما القانون يصدر احنا ملتزمين بتنفيذه، احنا ما نقدرش نقول لحد والله انت احنا شايفين ان انت ما تطبقش. بس الوزاره هي اللي حطت الاول التصور اللي تناقش في البرلمان بعد كده وتوافق عليه. حطينا التصور وناقشناه مع كل الجهات بما فيهم المهنيين قبل ما القانون كل. بس انا عايز اقول لك ان احنا قابلنا اكثر من 600 شخص، يعني شخص بقى ممثل لجهات المحامين قبل القانون، قعدنا مع نقيب المحامين، احنا مضينا بروتوكول مع المحامين وما اعترضش. بقول لحضرتك مضينا بروتوكول مع نقيب المحامين، ولا اعتراض ما جه بعد كده؟ قال لك لا، ده البروتوكول ده احنا مضينه لسه الاسبوع اللي فات بيتطبق. انا فاكره انك اتفقت وقت مشروع احنا قانون. قعدنا واتفقنا على سعر الضريبه كان في، يعني لما القانون بيطلع، بص اي قانون جديد بيطلع الناس بتبقى خايفه من تطبيق القانون. احنا قلنا احنا المهنيين عليهم اولا 10% مش 13% بس، ما عندهمش موضوع حد التسجيل ده، ما عندهمش ال 500 الف جنيه. وده لها اهداف، لانه انت قلتي حضرتك المهنيين اكتر ناس ما بيدفعوش ضرائب دخل، المحامين، المحاسبين، المذيعين، لا احنا معروفين المهنيين بصفه عامه. فاحنا قلنا انه ما تزعليش يعني، لا 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 فاحنا قلنا انه دول اكتر في، واحنا بنقولها صراحه، ان انت لما تلاقي حصيله ضرائب الدخل من المهنيين 400 مليون جنيه من 430 مليار جنيه حصل، يعني اقل من 1% دي حصيله المهنيين، فهل ده منطقي؟ فاحنا قلنا لا، احنا مش هيبقى في حد تسجيل عشان نقدر ندخل الناس دي كلها في المكتب. بس قلنا هنعمل حاجه ثانيه، المهنيين دول هنقعد نعمل مع كل نوع من انواع المهنيين حسب نشاطه، هنعمل بروتوكول عشان نسهل على خصوصا على صغار المهنيين. فقلنا للمحامين انتوا صغار المحامين هيدفع مبلغ قطعي، مبلغ ثابت. الكبير بقى اللي هو اساسا هو عنده اكيد حسابات ودفاتر، مش محتاج ان انا اعمل له نظام بسيط. فده اللي تم في البروتوكول، قلنا المحامي اللي هو موظف في مكتب ده ملوش دعوه، ده موظف بياخد مرتب مش داخل. ده التسهيل اللي احنا عملناه، وعندنا استعداد نعمله مع كل المهنيين. قعدنا مع
الأستاذ أشرف زكي نقيب الممثلين، وصلنا تقريبا لشبه اتفاق، قعدنا مع شركات الإنتاج السينمائي، أي جهة مهنيين أو غير مهنيين عايزين يقعدوا معانا هنعمل الأطباء بروتوكول. الأطباء نقيب الأطباء، كل المهنيين خاضعين للضرب. كل القانون بيقول كل المهنيين خاضعين للضرب. بس مثلا في مهنة المحاماه، كبار المحامين، الأطباء، الكلام ده كله تبقى قادر ابقى عارف الدخل وقصة الفواتير اللي بقى مفترض ان في الزام بيها، فاقدر اطبق ده ولا لا؟ ما هو احنا جزء من البروتوكول انه كل محامي او مهني عموما ملتزم بان هو يعمل ايصال للعميل بتاعه، وهو المفروض ان هو المحامي ده مش كان خاضع لضريبة الدخل او المحاسب، انا مش عايز بس اقول عدد المحامين، كان رئيس مصلحه الضرائب بيقول لي 500,000 واللي دفع حوالي 475 470. لا معلش تاني، ما فهمتش. المحامين المقيدين 500,000، اللي دفع 475، اللي سجله 475. ما هو لسببين، اولا مش كل ال 500,000 دول بيمارسوا النشاط، في جزء منهم متوقف، غير بيسموه غير مشتغل بالمهنه، لان ممكن يكون محامي في شركه بس هو مسجل في النقابة، أو ممكن يكون متوقف، فمش كل ال 500,000 دول، جزء كبير أو جزء مش قليل منهم لا يمارس المهنة، دي حاجة. الحاجة الثانية هم كانوا مستنيين البروتوكول عشان يبدأوا يسجلوا، هم دلوقتي تلقائيا أي واحد خاضع محامي أو محاسب، أنا مش عايز بس يعني أكثر موضوع المحامين، أي مهني خاضع للقانون هيسجل، سواء هو جيب وسجل برغبته أو تلقائيا باعتباره هو أساسا ممول ضرائب في ضريبة الدخل. طيب عشان الموضوع فيه ملفات كتيرة في الضرائب والتشريعات، عايز أدخل على منطقة البورصة، أرباح الرأسمالية في البورصة والكلام ده كله، الضرائب يعني اللي في منها بنشتغل عليه وفي منها في مقاومة واشتغلنا عليه وبعد كده رجعنا في كلامنا تاني، فالناس عينيها على البورصة وحاسين إنه يعني المنطقة دي أنا مش داخل فيها بقوة، ليه؟ إحنا مش داخل فيها بقوة كضرائب يعني. طيب اولا هي الضريبه مش على البورصه، الضريبه على التعامل في الاوراق الماليه، سواء في البورصه او غير البورصه، بس يعني في ناس يعني بتحب تقول المسميات دي ضريبه البورصه. واحنا قلنا انه عايزين كل واحد يدفع الضرايب اللي عليه، فاللي بيشتغل وبيعمل شركه ويحقق ارباح ويدفع الضرايب، الموظف اللي بياخد مرتب ويدفع ضرايب، طب اللي بيشتغل في الاوراق الماليه مش المفروض يدفع ضرايب؟ طب تعامل قانون ضريبه الارباح الراسماليه من مده، المشكلة مش في القانون، المشكلة في انه آلية التطبيق ما كانتش واضحة، فالمجتمع الأوراق المالية ما كانش جاهز للتطبيق، لأن الموضوع داخل فيه كذا حاجة. اتقال لك بقى لأ ده الدولة رضخت وتراجعت نتيجة للضغوط اللي اتمارست عليها من كبار الرأسماليين في البورصة. طيب ما هو اللي بيقول يقول واحنا هنرد. يعني حضرتك بتقول بقى لأ ده هي الآليات اللي الدنيا ما كانتش واضحة. فده سبب الرجوع في القرار. بالظبط، الآليات ما كانتش واضحة، أدت لنوع من الارتباك. خلاص؟ وما تسوقش القانون بشكل كويس، انما فكره ضريبه ارباح راسماليه على دي موجوده في العالم كله. في العالم كله؟ بالظبط، فاحنا اتاجل القانون سنتين، وبرضه لانه لما احنا سنتين عشان نوضح الاليات؟ ما هو القانون اتاجل سنه خلاص وقتها. وبعدين لانه المجتمع او المجتمع الاوراق الماليه ومصلحه الضرايب او ما كانتش جاهزه للتطبيق، لما احنا جينا كان لازم خلاص هينتهي المده، فقلنا هو مجلس الاعلى للاستثمار قرر تاجيل ضريبه الارباح الراسماليه، بس قلنا طيب بس لازم الناس تدفع ضريبه. فعملنا حاجه بديله اسهل في التطبيق، قد لا تكون الاكثر عداله ولكنها الاسهل في التطبيق، اللي هي ضريبه الدمغه. ضريبه الدمغه يعني ايه؟ يعني اي واحد بيتعامل في اوراق ماليه بيبيع سهم او سند، حتى لو كان الحكومه نفسها بتبيع سهم او سند، هتدفع نسبه من الضريبه، النسبه دي 1.25 في الالف. خلي حضرتك انه في ضريبة الأرباح الرأسمالية ضريبة على الربح بس. هنا في الضريبة دي ضريبة على التعامل كله، يعني لو واحد باع سهم. معلش أيهما أكثر عدالة؟ حضرتك الدمغة طبعا الأرباح الرأسمالية أكثر عدالة، هي الأكثر عدالة، ولكن ضريبة الدمغة هي الأكثر سهولة في التطبيق، لأنه مش محتاج لأقيم أرباح. هي كانت أحد مشكلات آليات التطبيق إيه؟ إن أنا مش عارف بالظبط الناس كسبت إزاي، خصوصا اللي بره البورصة، إحنا مش بنقول أوراق مالية في البورصة بس، واللي بره البورصة، فكان التطبيق صعب لأنك مش عارفة تحددي القيمة، ممكن يعني لازم نحط القيمة الحقيقية، ممكن في ناس ما بتحطش القيمة الحقيقية، فالآلية مش سهلة، طريقة خصم الضريبة وتوريدها، في أجانب بيبيعوا مش موجودين هنا، فالآلية ما كانتش واضحة، فأنا القانون اللي موجود دلوقتي أسهل في التطبيق، أي تعامل
رقم التعامل نفسه خلاص ده واضح، مش محتاج لحد. هناخد ضريبه واحد في ربع وربع في الالف السنه دي، السنه الجايه بعد او ان شاء الله لما القانون يصدر. يعني هو القانون دلوقتي طلع من مجلس الوزراء وفي مجلس الدوله بيراجع وهيروح مجلس النواب، نتوقع ان شاء الله على اخر الشهر ده يبدا. طب قول لي يا دكتور، يعني دلوقتي مع ضريبه الدمغه لما توافق عليها هرجع اشتغل تاني على ذات الارباح الراسماليه ولا دي بديل؟ هي مؤجله 3 سنين، في خلال الفتره دي بيتم دراسه الموضوع بقى. اذا كان انا عندي قانون دلوقتي دمغه على التعامل في الاوراق الماليه والارباح الراسماليه مؤجله، في خلال ال3 سنين لما القانون ان شاء الله الدمغه يطلع والارباح الراسماليه هيؤجل، هو القانون الارباح الراسماليه مؤجله لغايه 17 مايو 2017، يعني القانون الحالي اللي هو السنتين التاجيل هيخلصوا في 17 مايو وهيتمدوا 3 سنين ان شاء الله قبل 17 ليه؟ مايو. ليه يعني معلش ما تقول لي ان ده مش الاكثر عداله، الارباح الراسماليه هو الافضل وهاجله تاني وانا مش قادره اطبق ده، يعني هل الناس اللي في البورصه الصوت العالي والتهديد انه خسائر في البورصه وما الى الحاجات اللي حصلت وقت دي خلتنا نرجع يعني من رايك؟ لا برضه. انا بقول لحضرتك يعني هي مش مساله رجوع، ما هو لو انا هرجع لو انا رجعت وخدت الصوت العالي تراجعنا وعملنا الدمغه يعني قلنا لهم طب حاجه تانية هي بس يا رب ترضوا بيها كويس، مش بنقول لا احنا هنطبقها ان شاء الله. أيوة هي دلوقتي معروضه، الفكره الاولانيه انا مش عايز اطبقها او عمال اجل تطبيقها علشان ايه؟ ما انا بقول لحضرتك هو تم اولا احنا جينا وكانت يعني كان تم تاجيل تطبيقها خلاص ومجلس اعلى الاستثمار قرر التاجيل، فاحنا مش بنقول ان احنا لا بنرضخ لصوت عالي، بالعكس بدليل ان احنا عملنا ضريبه. لو احنا كنا زي ما حضرتك بتقولي بس مش هي زي بتاعت الارباح الراسماليه. ليه؟ حضرتك قلت لي مش الاكثر عداله. ما هو مش الاكثر عداله بس الاكثر سهوله في التطبيق. ما احنا في نوع من انواع التوازن، ممكن انا اعمل حاجه مثاليه جدا ونموذجيه جدا وما اعرفش اطبقها. الاحسن ان انا اعمل كده ولا اعمل حاجه قبل للتطبيق لغايه ما ابقى جاهز للتطبيق بشكل افضل واعمل الاكثر عداله. طب من الباب والزاويه اللي بنتكلم فيها دلوقتي انه الوضع اللي احنا فيه في البلد الفقراء بقى اكثر فقرا وبرده الاغنياء تضرروا لكن الغني يشيل، فيطلع الكلام برده انا عايز ضريبه تصاعديه، ايه اشكاليتها؟ ليه انا مش قادر انفذها؟ ولا هيبقى صعب برده من منطلق صعب في التطبيق، حاجه نظريه حلوه لكن على الارض كمردود مش هتيجي مش هتجيب النتيجه اللي انا عايزها. طيب ضريبه التصاعديه يعني ايه؟ يعني الواحد كل ما ايراده ودخله يزيد يبقى الضريبه نسبه الضريبه اللي هيدفعها اكبر. طيب ما احنا يعني شرحنا الموضوع ده كتير انه طب ما انا القانون الحالي فيه كده. اولا مفيش حاجه اسمها ضريبه تصاعديه على الشركات، لان ما ينفعش ان انا شركه عامله ضريبه، ضريبه تصاعديه بتبقى على الاشخاص. لان انا عملت ضريبه تصاعديه على الشركات الشركه ممكن يتقسم كذا شركه وينزل الشرايح اقل، وفي العالم كله مفيش ضريبه تصاعديه على الشركات والدستور قال الضريبه التصاعديه للافراد. طيب احنا عندنا قانون الضرايب دلوقتي بيقول اللي دخله لغايه من 6500 ل 30000 جنيه بيدفع 10%، اللي من 30000 ل 45 بيدفع 15%، اللي من 45000 ل 200000 في السنه بيدفع 20%، اللي اكثر من 200000 22.5%. مش دي تصاعديه؟ هي التصاعديه ان انا ازود بس سعر الضريبه على 22.5 تبقى 30 او 40. اولا انت لازم يبقى عندك سعر منافس للضريبه، يعني ما ينفعش تزيدي بالضريبه قوي. احنا لو فاكره حضرتك في 2005 نزلنا بضريبه 42% ل 20% وزادت الحصيله بالظبط، احنا دلوقتي 22.5%. دي اولا. ثانيا بقى احنا بنفكر فعلا تزود تصاعديه الضريبه بس بطريقه أكتر عدالة وبتتفق مع اللي بيحصل في العالم. ازاي؟ بنقول إيه بقى؟ حاجة اسمها التاكس كريدت، ويعني بلاش يعني نقول عليها الخصم الضريبي، يعني عشان تبقى نوضح. هنقول الشريحة الأولى مثلا اللي هي من 6500 دلوقتي ل 30000 جنيه، واحد بيدفع 10% ضريبة، فالضريبة بتاعته 100 جنيه. فهقول له لما الضريبة بتاعتك هنحسبها تبقى الضريبة بتاعتك 100 جنيه، أنا هدي لك خصم 80%. يعني هتدفع 20 جنيه بس. ده حد الاعفاء الضريبي اللي بتفكروا فيه؟ اه بس ده بقى معمول بطريقه اكتر عداله، لانه بدي الاول شريحه اللي هي الصغيره قوي مثلا 80%. بس انا مش بعفيق، بقول له هتدفع برضه بس 80% خاص. لغايه ده لغايه 30000 جنيه في السنه لغايه 2500، يعني الصغير قوي ده ما عنده اعفاء 6500 بنفكر نزودها ل 7200 جنيه في السنه، انما اما تلاقي مثلا لغايه بياخد 30000 جنيه في السنه هيدفع 10 جنيه في الشهر لو عملنا ال 80%، ممكن نفكر انها مثلا تبقى 85%. الشريحه اللي اعلى اللي هي من 30 ل 45000 هخليه ياخد خصم 40%.
اللي أعلى هياخد خصم أقل. مش أنا كده حققت التصاعدية بس بطريقة أكتر عدالة؟ صغير قوي. لما أنا فكرة أنا أزود الإعفاء بدل مثلا ما هي دلوقتي 13500 خلال 24000، معناها الصغير والكبير هيستفيدوا زي بعض. يعني ال 24000 دي هتتخصم للي بياخد 30000 وهتتخصم للي بياخد 1,000,000 جنيه، نفس الرقم. احنا بنقول لا، الصغير هديله نسبة خصم أعلى. ال 100 جنيه اللي هيدفعها لا هخليها له 20 جنيه أو 10 جنيه. اللي بيدفع اللي في شريحة أكبر وبياخد دخل أكبر هديله نسبة خصم، بس نسبة خصم أقل. دي بقى التصاعدية الحقيقية. طب الكلام ده مشغلين عليه دلوقتي في الوزارة؟ شغالين، مشروع القانون جاهز، هيعرض قريبا إن شاء الله على مجلس الوزراء عشان يروح لمجلس النواب ونطبقه في أسرع وقت ممكن. وده جزء من حزمة إجراءات للعدالة، لأن إحنا فاهمين ومقدرين الظروف الاقتصادية والأعباء اللي على المواطنين وعايزين نعمل حاجة تساعدهم، فبنعمل حاجة كجزء من حزمة للعدالة الاجتماعية، ده جزء منها. طيب قانون الاستثمار إن شاء الله يخرج للنور، في برضو كلام عن حوافز إعفاءات ضريبية، موقفكم منها إيه؟ قانون الاستثمار تقريبا يعني المناقشات خلصت في مجلس النواب، وإحنا ناقشناها قبل كده مع كل المستثمرين. إحنا كوزارة مالية اتكلمنا على الجزء اللي يخص الحوافز الضريبية. إحنا دايما بنقول، وده رأينا وده بناء على التجارب اللي حصلت في مصر والتجارب العالمية، فكرة الإعفاء ان نعمل 5 سنين إعفاء او 10 سنين إعفاء، الكلام ده ما جابش نتيجة خالص، لانه كان موجود قبل 2005 وما كانش بيبقى له ميزة. لما جه 2005 وخفض سعر الضريبة ولغى كل الإعفاءات دي، ال FDI او الـ يعني الاستثمارات الأجنبية المباشرة جت مصر اكتر. ده اللي احنا بنعمله. بس برضه زي ما قلت لحضرتك، انت لما تعملي نفس الحاجه اللي اتعملت قبل كده وما جابتش نتيجه يبقى بتعملي حاجه غلط. لا، احنا بنعمل حاجه بشكل مختلف، هندي مزايا للمستثمرين. بس انا هدي له ميزه، هقول له يعني إيه؟ مش هتعمل اعفاءات ضريبيه للمستثمر؟ مش هعمل اعفاء بمعنى الاعفاء ان هو ياخد 10 سنين اعفاء ما يدفعش ضرائب. لا، انا بقول له ايه، تعالى واستثمر وهخصم لك من ارباحك نسبه تعادل 30% مثلا من استثماراتك. يعني لو واحد جه عمل استثمارات ب 100,000,000 جنيه، هديله لما يجي يعمل يكسب هديله 30,000,000 جنيه خصم على 7 سنين. مش بديله اعفاء مطلق، ده انا بديله بقول له انا هرجع لك جزء من استثماراتك. انت بدل ما الفلوس دي كنت هتحطها في البنك تاخد عليها فوائد وما بتدفعش عليها ضرائب، لا انا هديك نسبه من الاستثمارات دي قصاد اكنك كنت بدل ما انت تحطها في البنك عشان تستعملها وتشغل ناس وتشجعه ان هو وتشجع يزود استثماراته ويشتغل. ده معناه ايه؟ ان كل ما يزود استثماراته هياخد ميزه اكتر. انا عايز اجيب حد بيستثمر اكتر. لما بدي اعفى 5 سنين او 10 سنين او 20 سنه، اللي بيستثمر بمليون جنيه زي اللي بيستثمر ب 10,000,000 جنيه زي اللي بيستثمر بمليار جنيه، هو بياخد نفس الميزه. لا، انا بقول له كل ما تزود استثماراتك، وده اللي انا عايزه، هتاخد ميزه اكتر. الحاجه الثانيه بقول له النسبة دي لها حد أقصى، اللي هو حد أقصى رأس المال اللي انت دافعه، فمعناها كل ما رأس مالك يزيد هتاخد ميزة أكتر. لما تجيب مش تروح تاخد قروض، لا ده أنا عايز تمويل ذاتي لو هتجيب فلوس من بره، صح، فبديله حاجة ميزة بتحقق لي أهداف إن هو يزود استثماراته، إن استثماراته تيجي من تمويل ذاتي، وبديله مدة معينة 7 سنين بس. مش هتفضل طول عمرك تاخد لو حققت الأرباح دي في خلال 7 سنين، أكتر من كده لا. الحاجة التانية، الميزة دي متوفرة لمدة 3 سنين، اللي هيجي يأسس الشركة بتاعته خلال ال3 سنين من صدور القانون هو ده اللي هياخد الميزة، عشان الميزة ما تبقاش مفتوحة ومطلقة. دي المزايا اللي بنتكلم عنها دي استثمارات أجنبية ومحلية كمان؟ محلية أو أجنبية، بس بشرط إنه يكون شركة جديدة. ما يسريش على اللي موجود دلوقتي. اللي موجود دلوقتي خلاص هو بيشتغل وبيكسب في ظروف معينه، لا انا عايز اشجع استثمارات جديده، وكمان ما حدش يجي يقول لي مثلا هقفل الشركه اللي عندي روح افتح شركه جديده. لا، بس عارف حضرتك طلع كلام انه في شبهه عدم دستوريه. والله بصي، موضوع شبهه عدم دستوريه دي بقت حاجه يعني لطيفه جدا. كل ما نعمل قانون يطلع واحد يقول لك شبهه عدم دستوريه. اولا لا اللي بيقول هو رئيس المحكمه الدستوريه ولا انا رئيس المحكمه الدستوريه عشان اقرر ولا اي حد فينا. طب انتوا اعملوا وهتروح المحكمه الدستوريه وفي مجلس النواب وهنشوف. بس احنا بنعمل القانون وعندنا يعني عندنا اساسا القانون ده معمول في سوابق
موجوده. ما هو كان فيه، هو لما بيتعمل قانون وكان بيدي اعفاءات ضريبيه مش كان بيبقى فيه قانون قبله ما فيهوش اعفاءات ضريبيه؟ كان بيبقى فيه عدم دستوريه. في حاجه اسمها الاثر الفوري للقانون، يعني يطلع قانون فبيطبق. لو انا كل قانون هعمله هقوم مطبقه على الناس قبل كده اللي كانت شغاله قبل كده، يبقى خلاص يعني مفيش حاجه اسمها قانون جديد بقى. ما هو القانون هيسري على الجديد وعلى القديم. في حاجه اسمها الاثر الفوري للقانون. قلت ده هيطبق لمده قد ايه الاول؟ 3 سنين. القانون هيبقى مدته 3 سنين، لان ده برضو بنتلافى الاخطاء اللي قبل كده. كل اللي احنا بنقوله لحضرتك ده بيبقى بناء على دراسه التجارب السابقه والتجارب العالميه. انا بقول ان انا كان لما كان بيبقى الاعفاء اي حد يجي في اي وقت يشتغل، انت عارفه الناس يقول لك طب هشوف السنه دي. لا، احنا بنقول لا، خلال 3 سنين. احنا محتاجين دلوقتي استثمارات. فخلال ال3 سنين اللي هيجي ويشتغل براس مال جديد باستثمارات جديده هيسرع عليه خلال ال3 سنين، هيستفيد من الحوادث دي. تمام، شكرا جزيلا. انا بشكرك استاذ عمرو المنير. لو في جمله اخيره حاجه احنا ما قلناهاش في الضرايب، كلامها كتير، تحب تقولها؟ لا، انا احب اقول زي ما بدات في الاول ان الناس لازم، مش هقول الناس هتحب الضرايب، يعني ده اكيد ما حدش بحد بيحب ان حد ياخد من ارباح، ولكن الناس لازم تتفهم اهميه الضرايب، سواء للمواطن، للزملاء في مصلحه الضرايب، بقول لهم في مصالح الضرايب المختلفه، سواء ضرايب دخل او ضرايب عقاريه او الجمارك، ان احنا بنعمل لخدمه بلدنا، بنعمل لخدمه المواطنين، عايزين نحقق حصيله لبلدنا من غير لا احنا نهدر حق الدولة ولا نتعسف مع الممولين. وده اللي احنا عايزين نشتغل عليه، ده هدفنا. وده زي ما قلت لحضرتك ان كل واحد يدفع الضرائب اللي المفروض يدفعها من غير حد يتهرب من الضريبة ولا حد يبقى مش ملتزم. ونتمنى ان يكون ده الرسالة واصلة لكل الناس. شكرا جزيلا استاذ عمرو المنير، نائب وزير الماليه للسياسات الضريبيه. شكرا لحضرتك. كده خلصنا حلقتنا للنهارده، لكن بكره يوم جديد في الحياه. اليوم بوجود مع حضراتكم زميل عزيز تامر امين، وانا ارجع واشوف حضراتكم باذن الله على كل خير يوم السبت او الاسبوع باذن الله. شكرا لكم.